كابتن سيد عبد الحفيظ كمان خليني اقول لحضراتكم كان ليه لقاء امبارح، هو اتكلم عن غياب الفار وضغط المباريات وتفاصيل يعني اللي حصل مع الاهلي في مشوار الدوري كله. قال ان التعادل السلبي امام طلائع الجيش ده نتيجه اكيد غير مرضيه، لكن الاهلي لم يحصل على حقه في المباراه، وان الفريق خسر نقاطا في مشوار الدوري وكانت كفيله حقيقي ان هي تحسن من الموقف الحالي. خلينا نروح نتابع جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل. الفار وعمايله معرفش، كابتن محمود بسيوني معرفش يعني انا بقالي فتره طويله يعني ماسك يعني حكم لي تقريبا مباراتين، مباراه مع دجله من حوالي 4 5 سنين حسب عليها ضربه جزاء على مؤمن زكريا تقريبا ولا حاجه ملهاش علاقه بالقانون اصلا، يعني القانون ما اتغيرش ساعتها، جت في كتفه وبعدين في ايده راح حاسبها. النهارده يعني كان من كام يوم، من 13 يوم كان موجود برضو على الفار عندي في مباراه دجله، وجاب ابراهيم نور الدين برضو كابتن ابراهيم نور الدين وقال له تعالى شوفها. النهارده يا راجل ده احنا بقالنا 32 مباراه الفار استدعى الحكم مثلا 3 4 مرات في ال 32 مباراه، تمام؟ يعني الفار في الكاف حسب لنا في حكم لنا 5 مباريات كلهم حاجات صحيحه 100%. الفار في الدوري المصري عندنا يعني 11 ضربه جزاء او مثلا ممكن يكون 10 ضربات جزاء ما حدش بيرجع لحد. انا مش منفعل ولا حاجه، بالعكس انا بقر بالاخطاء، احنا اخطانا كتير جدا، مجهدين جدا، الفرقه مجهده، الفرقه ميته ان صح التعبير من المشاركات والسفر وتغيير الملاعب. لك ان تتخيل فرقه من 27 نوفمبر السنه اللي فاتت لحد دلوقتي كميه سفر مش طبيعيه، كميه واللي بيقول لك عشان تكافئ الفرص يطلعني، يعني العب يوم الاربعاء اللي فات في اسكندريه وبعدين العب السبت في القاهره وبعدين العب الثلاث في السويس وبعدين العب الجمعه اللي جايه في اسكندريه، وبعدين يقول لك تكافؤ فرص وبعدين تنام. بص بقى تنام تلاقي واحد مثلا ايه يعني راح بعت لك جدول كده على الفطار، يعني تكون انت لسه ما يعني ما صحتش وركزت، يعني طيب النهارده الشهر الجاي مثلا المفروض ان انت عندك 3 بطولات، تمام؟ المبدا التكافؤ الفرص ده في توقف دولي، يعني بتوقف دولي، التوقف الدولي ده هيبقى من يوم 28 ليوم 7، اقطع دراعي من هنا ان هو ممكن يحط لك يوم ماتش يوم 9 يوم 10 يعني في الكاس، ما انت ما لعبتش، تمام؟ الراجل اللي كان بيقول لك يعني ايه عشان مبدا تكافؤ الفرص والفرقتين يوم لغي ماتش اسوان، مبدا تكافؤ الفرص فاهم؟ يعني مبدا تكافؤ الفرص يوم لغي اسوان، يعني احنا هتلعب برضو الكاس نفس الكلام، يعني هتضغط ام الماتشات زي ما هي بالشكل اللي بنلعب بيه ده، يعني فرقه على مدار 32 اسبوع، على مدار 32 اسبوع لعبنا 17 ماتش 32 اسبوع 17 ماتش او 16 ماتش كل 48 ساعه. يعني انا عايزه حضراتكم بس تركزوا او كنتوا يعني لو مركزين في طريقه حتى كلام كابتن سيد وكابتن موسيماني في نوع من مش هقول لك اللي هو يعني شعور عادي مثلا بالزعل او الحزن مثلا بعد نتيجه غير مرضيه، لا في نوع من علامات الاستفهام والحيره وهو ليه بيحصل كده واخرتها ايه، كل ده تقدر ان حضرتك تفهمه من بس مجرد انك تشوف الملامح اللي موجوده.